كلوني هو اللي خطف الاضواء طبعا. اكزاكتلي. يعني فيك تقولي انه هو هي نيلد يعني طبعا. مثل العاده بيبهرنا باطلالته، وهو خبير بقواعد واصول اللباس الرسمي الانيق على السجاده الحمراء. توكسيدو مع بوتاي مع اكسفورد شوز ملمع، يعني اطلاله 100% رائعه لائق لعمره لمستواه ولنجوميته ايضا طبعا. فناجحه. اما الاطلاله اللي حدها هون فيك تقولي انها كثير دراماتيك، لون كله اسود على بعضه شوي داكنه، ويمكن لو لبس قميص ابيض تحتها شوي كان هيك عطى رفع من الاطلاله نتفه او عطاها هيك حركه بسيطه او بان الموديل اكثر، يعني احس انه مش باين كمان مع الاسود. داكنه. والكوت اللي لبسه ما بعرف، انا اعطاني وحي انه كيف اللونجوير اللي بنلبسه لما بدك تكوني هيك مرتاحه وكاجوال، بتحب تلبسي لونجوير طويل، فحسيته مش مناسب ابدا للريد كاربت. طيب نشوف اطلالات اخرى. انجلينا جولي طبعا. انجلينا جولي ايقونه الموضه او الجمال طبعا، من كانت من اهم وابرز الاطلالات، كل الانظار اتجهت عليها. اللباس اختارت فستان صمم لها من تمارا رالف. الحلو فيه انه الفرو كمان على الاكتاف عطيه هيك قيمه، ومنسدل بطريقه انسيابيه كثير مناسب لشكل جسمها. بالضبط، خلينا نركز على موضوع شكل جسمها لانه في كثير دريبي او درابي. هذا فان لو واحده مليانه يمكن ما كان يليق لها هذا الموديل. تمام، المليانه بينا الصحه، ولكن هي كونها ضعيفه فهون ساعدها هذا الشيء. وبدنا نذكر انه المجوهرات كمان بتلعب دور كثير بس السجادة الحمراء، فهي اعتمدت اشياء ناعمة وبراش من كارتييه. اما الاطلال الثانية كمان، مع انه مثل ما بنقول انه ما في غلط مع اللون الاسود، ولكن هون اذا بتطلعي فيها بتلاقيها كثير مملة او هيك انفاس، في شيء ناقص. وفي شيء ناقص، والفستان هيك مش ظابط على شكل جسمها، معبعب مبين لها بطن، ضعيفة من فوق مدعفة بعد اكثر. فانا كنت بفضل لو في حركة على الصدر يعبي لها شوي المنطقة العلوية افضل.